بين المولودية الوهرانية وشبيبة الثورة. إذن بعد لحظات أو في هذه الأثناء الحكم السيد بن براهم جاء عريضة 3-0 في بجاية، غادي يحاول يأكد تاني يكون عنده تاني. وكرة أولى الكرات في هذه المباراة، أولى الكرات في هذه المباراة عن طريق فريفر كورتو بعيدة عن مرمى الحارس نتاش هناك عن طريق حمد أو تومي. تومي الآن التوزيعة من مكاوي، كرة بالخطأ تعود لصالح المولودية، خطيرة صعبة والحارس نتاش في المكان المناسب. الحارس نتاش في المكان المناسب يمنح الثقة لأرضية الميدان. مصمودي مرر من هناك ناحية الحمري، تعود مرة ثانية، تسديدة ممتازة هذه الكرة، كانت محاولة ممتازة من يحيى شريف سيد علي. لاحظوا هنا الإعادة أخذ كامل وقته، وجد المساحة وجد الفضاء والتسديدة كانت تنقصها فقط، أنه كان متسلل كان سجل هدف بمقاسية بطريقة رائعة. كرة ممتازة من هناك ناحية يحيى شريف، خطيرة خطيرة. ماذا ضيع الشبيبة في هذه اللحظات؟ ماذا ضيع الشبيبة في هذه اللحظات؟ ما فيش وضعية تسلل، كانت محاولة ممتازة عن طريق يحيى شريف. في الوقت اللي كنا نتحدث فيه كان يحيى شريف يقول بأني أنا هنا متواجد فوق أرضية الميدان. ربما شوف هنا يحيى شريف روغ بطريقة ممتازة، سدد والشاشة الصغيرة والمخرج سمير حميدي يجيب عن كل التساؤلات إلى غاية الآن. محاولة ممتازة، يحيى شريف يحاول باليمنى باليسرى، هل ستكون الثالثة ثابتة؟ شاهدوا الإعادة، شوف هنا التوزيعة. باش كاين رقابة على اللاعبين على حامل الكرة على شوف هنا محاولة ممتازة لحياة العويدات. الهدف الأول لصالح شبيبة الثورة، الهدف الأول لصالح شبيبة الثورة عن طريق يحيى شريف بعد ثغرة بعد هفوة دفاعية في صفوف مولودية وهران. يحيى شريف يتمكن من افتتاح مجال التهديف لصالح شبيبة الثورة في الدقيقة 20. كان نتحدث كثيرا المحلل نشريش عن الفضاءات التي يجرى ورابطة أبطال إفريقيا. عواج يراوغ بطريقة ممتازة ولكن الرأسية بعيدة من سياف. أنا في هذه الهجمة هذه تاع فريق مدية وهران اللاعبين اللي تشوف اللي راه كاين بعد بين تغيير المباراة كما ينبغي وبذكاء إلى غاية الآن. كرة ممتازة من هناك لمحال ولتر مور عطاك مرغة صعبة، وهدف التعادل لصالح مولودية وهران، هدف التعادل لصالح المولودية عن طريق تومي سياف زين محمد، راوغ بطريقة ممتازة في كرة غير منتظرة. مولودية وهران تتمكن من تعديل النتيجة بعد عمل فردي في القاري دي زويمات في منطقة العمليات، واللاعب تومي صدير عرف كي يستغل هذه الفرصة وسجل هدف. الشوط الثاني في خير من الشوط الأول إن شاء الله. نتمنى أن نشاهد مباراة كرات ممتازة، محاولة ممتازة لصالح مولودية وهران عن طريق سيد أحمد عواج. شوف هنا، شوف الإعادة، شوف التوزيعة والكرة. قرتيل المؤذن مرة ثانية، المؤذن هناك وضعية تسلل، هناك وضعية تسلل، هناك راية ووضعية تسلل على تومي سياف. ولكن كان نسوج كروية في المستوى من طرف لاعبي تاع مدية وهران، إلا كانت لا دينيير باس كانت شوية. هجمة خطيرة لصالح الشبيبة يقودها يحيى شريف، يحيى شريف دائما يحافظ على كرته، أي هيئة الكرة ناحية بولعويدات والتسديدة جنبت العمود الأيمن للحارس مع زوزي رفيق. هنا شبيبة الثورة لم تحسن استغلال هذه الكرة الماضية ولم تحسن استغلال. بالنسبة لهذا التغيير هذا تبان لي بلي فريق سي عمر بن عتوي
لا شوف هنا كرة بالخطأ 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 هذه الكرة، ماذا يقول الحكم؟ يقول ولا شيء في اللقطة الماضية، كان سوء تفاهم بين المدافع والحارس. يبقى أحد لاعبي شبيبة الثورة ساقط فوق أرضية الميدان أو القارية. كرة من هناك لصالح المولودية، تسديدة ممتازة من هناك، تسديدة ممتازة، والحارس بوقاسم بارتماء رائعة ينقذ شبيبة الثورة من هدف محقق عن طريق مكاوي بعد تسديدة قوية. تبقى دائما الكرة لصالح المولودية الوهرانية، كانت من بوك بكوبا. وفي هذه الأثناء الحكم السيد بن براهم يعلن على نهاية هذه المرحلة الثانية والمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي.